بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، أقيمت صلاة مشتركة وترانيم دينية بمشاركة كل رؤساء الكنائس المسيحية بحمص، وبحضور رسمي وجماهيري كبير في المركز الثقافي بالمدينة، تزامناً مع صلوات مشتركة في عدد من المدن السورية، هي دمشق وحلب واللاذقية وحما وطرطوس والخريبيات ويبرود بريف دمشق، على نية السلام في سوريا. عايشين على السراء والضراء، عايشين بأمن وسلام، ونحن عنا أمل كبير كتير أنه رح ننتصر، نتغلب على كل هالصعوبات اللي عم نعيش فيها. إن شاء الله أنه الأيام تكون قريبة، وإن شاء الله بيكون هالميلاد هاد هو ميلاد الفرح والسلام للجميع، وبيكون على طول إيدينا ممدودة لبعضنا البعض، بيكون على طول يعني القلب المنفتح على الآخر، والكلمة اللي بتجمعنا هي وحدها اللي بتكون عنصر اللي بيخلينا نحس بحالنا أنه نحن مش غرب عن بعضنا البعض، نحن أولاد بلد واحد، بلدنا سوريا بلد المحبة والفرح والسلام. سوريا سيبقى الله حاميها وصدق نعمه عليها، وإن شاء الله يعم هذا السلام بكل أرجاء سوريا كما نعيشها اليوم في حمص، إن شاء الله ينتقل إلى كافة محافظات قطر، ونسأل الرب أن يكون العام القادم عام خير وبركة والسلام بكل أرجاء سوريا والعالم. هذه سوريا كنيسة ومسجد محبة وسلام، والنصر آت إن شاء الله عما قريب، سنفرح جميعا بالنصر وستعود سوريا كما كانت وأفضل بإذن الله تعالى، بالكنيسة والمسجد بالحب والسلام. رسالة ميلاد، إذا بدنا نمجد الله بدنا نزرع السلام بالأرض، وبدنا نزرع الفرح والسرور في قلب كل إنسان. هاي رسالة الميلاد، رسالتنا الله يحمي سوريا، ومنصلي لسوريا لحتى ربنا يرفع عنا كمان هالخطايا وهالذنوب اللي عملها الآثمين، ونرجع مثل ما كنا بلد الأمن والسلام. منصلي على نية أنه ربنا يرحم الشهداء اللي لولاهم نحن اليوم يمكن منا موجودين، وعم نصلي من هذا المكان لحتى ربنا ينعم علينا بالراحة والاستقرار والسلام ويشفي جرحانا. المصلون دعوا أن يحقق الجيش العربي السوري المزيد من الانتصارات، وأن يكون العام القادم موعداً لانتصار سوريا على الإرهاب. ينعاد عليكم بألف خير، نحن حبينا هون نعمل تجمع للكنائس ونعايد على كل العالم، نهني بالنصر لحلب ونترحم على جميع الشهداء، وينعاد على الجميع بألف خير، الله ينصر جيشنا. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. اليوم حبينا نقدم تجمع للكنائس لننشر الفرحة والسلام بحمص، وإن شاء الله نحتفل بنصر سوريا قريباً. كل عام وأنتم بخير، وللجيش العربي السوري، وكل عام وأنتم بخير لهم، وبهنيهم وبنصرهم لحلب، عاد عليهم بهالعيد وبحب عيدهم. بهني كل أهل حلب بانتصار هون، وبهني الجيش العربي السوري، والرحمة لأرواح كل شهداء سوريا. تمثل هذه الصلاة المشتركة قيم المحبة والتسامح التي تجمع أبناء سوريا، وتعبر عن تمسك شعبها وإصراره على متابعة ثقافة الحياة والمحبة والسلام.